متابعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقه جديده من برنامج خزنة سيتي. في هذه الحلقه هذه غنفتحوا الدعم السابع اللي تخصو الحكومه المهنيه النقل الطرقي. هذه الدفعه السابعه اللي غادي يتقدموا فيها مهني النقل الطرقي من اجل الحصول على الدعم ديالهم من اجل تجاوز تبعات ارتفاع اسعار المحروقات. ولكن الى متى غتبقى الحكومه الدعم مهني النقل الطرقي؟ وعلاش الدعم تيتصب غير في هاد الاعداد الفئه هذه، والمواطن البسيط اللي عنده غير طوموبيله ديالو يتحرك بها وسط المدينه الدار البيضاء او وسط مدينه الرباط او اي مدينه اخرى، علاش مثلا الحكومه ما تفكرش باش دير لي يعني دعم خاص به، علما ان سياره او سياقه السيارات في المغرب ماشي تعرف، ولكن هو ان المواطن بزاف تيضطر انه يستعمل السياره ديالو نظرا لي يعني المشكل تاع قله وسائل النقل الجماعي. من اجل مناقشه القضيه هذه نستضيف السي يونس بولاق، رئيس الجامعه المغربيه للمقاولات الصغرى والمتوسطه. السي يونس بولاق مرحبا. اولا كنشكركم على الاستضافه. السي يونس، مره اخرى الحكومه تقرر دير واحد الدفعه سابعه بالنسبه للمهني النقل الطرقي من اجل التخفيف تاع التبعات تاع الزياده في اسعار المحروقات، ولكن البعض تيقول بانه واش الحكومه القديمه دعمت النقل الطرقي في حين ان المواطن الاخر هو تيعاني، حتى الموظف تاع المستخدم اللي تيهز الطوموبيله ديالو راه تيعاني، يعني واش الدوله خصها هي تدعم هاد الناس هذه بدل ما تبقى تدعم غير المهني النقل الطرقي؟ بالنسبه للدعم وكما ذكرتوا المواكبه رقم 7 بالنسبه للدعم ديال المهنيين، ما أريد أن أؤكد عليه هو بأن هذا الدعم هو ضئيل وضئيل جدا بالنسبة للمهنيين، لأن كما كتعرفوا هناك مواكبة 1-7 لكي يأخذوا فيها المهنيين واحد القدر ديال المال اللي هو محدد في 7000 درهم، إلا دفعتين الرابعة والسادسة اللي كانت فيهم 9000 درهم أو 9800 درهم. كما كتعرفوا الحافلات كتستهلك أزيد من الحافلة الضعيفة التي تمارس في خط قصير في حدود 50 كيلومتر، كتستهلك يوميا واحد الثمن ديال 600-700 درهم، إلا جمعنا هاد الثمن الشهري غادي نلقاو بأنها كتستهلك 15000 درهم. بغض النظر على المواكبة اللي هي ما كتحداش واحد 7000 درهم ماشي شهريا، هي كل شهرين. هذه المسألة أرهقت المهنيين كثيرا وتسببت لهم في التوقف الاضطراري عن الاشتغال بالمهنة. ولكن كومم أن الدولة راه تفكر في هذا المهني تاع النقل، ولكن المواطن الآخر البسيط اللي عنده طوموبيل، لأن الطوموبيل ماشي طرف، أنا معاك، لكن الناس اللي محتاج للطوموبيل تيتحركوا فيها سيرتو على مستوى مدينة الدار البيضاء الكبرى. هما الحكومة كتاخد هذه المسألة من عدة جوانب، كتقول لك مادام موظف فله واحد الدخل مستقر شهري وكذا والتحرك ديالو بواسطة السيارة، ولكن أنا معاك في الدعم ديال المواطنين، المواطن هو الآخر يجب أن يدعم. لأن كان المواطن الموظف البسيط اللي ما كتعداش الأجرة ديالو 4000 ولا 5000 درهم، فهذا كيستاهل تكون عنده واحد، يستاهل يكون عنده واحد الدعم من طرف الدولة من أجل باش يغطي المصاريف ديالو. كتعرفوا الزيادات كاينة في جميع المسائل، التغذية مع ارتفاع الأسعار إلى آخره. نرجعوا للموضوع ديال المهنيين باش ناكد لكم واحد المساله، بان هذه المواكبات اللي كاينه بسبعه او لحد الساعه حنا في المواكبه السادسه، هناك واحد النسبه ديال 30-35% من المهنيين لم يستفيدوا منها نهائيا. يعني الدفعات اللي كدير الحكومه تهضر على نسب اكبر، تيقولوا ان استفادوا الناس. نحن في الميدان، نحن ممثلون للقطاع، حنا كيلتجؤوا لنا الناس المنخرطين ديالنا، المتعاطفين ديالنا، المهنيين اللي يمارسون معنا كيجيبوا لنا الملفات ديالهم، كنوضعهم بيدينا لدى المديريه ديال النقل، ولكن لا نجد تجاوب الا بعض الملفات. لو وضعنا 30 ملف كيدوزوا منه اربعه. حنا بغينا نتفاهموا هذه المساله، واش وزاره النقل لها نيه باش ما يستافدوش جميع المهنيين وتحتفظ بالمبالغ الاخرى ويتم استرجاعها؟ يمكن هنا كنوليو في عمل سياسي، وحنا كمهنيين لا نقوم بالسياسه، حنا مهنيين عندنا ضرر يجب ان يستفيد الجميع 100%. حنا باقي عندنا هذا المشكل طارق ليومنا هذا، كيفاش غتجي مواكبه سبعه وواحد باقي ما خداش سته ديال المواكبات؟ هناك عده المهنيين لم يستفيدوا نهائيا، كاين اللي توقف. كاين اللي بعض يقول بان القضيه السعاده بالاستفاده تاع جميع المهنيين تترجع الى يعني الطريقه باش يدبر بها المشكل تاع قطاع النقل الطرقي، ما كاينش احصائيات، ما كاينش يعني بزاف الحوايج. هناك احصائيه اخي، حنا راه كنوضعوا كنقول لك الملفات
ما معنى الملفات الخاصه بالمواكبه؟ يعني مستوفي جميع الشروط، مستوفي جميع الشروط، كيجيب لو ريجيستر كوميرس ديالو، كيجيب لا باتون ديالو، كيجيب لي سي او ديالو، جميع الشروط مستوفيه. طلبوا منا باش نوضعوا هاد الارقام لدى المديريات، وضعناها. لما نلتحق هناك خلل في المنصة اللي حضراتها المديرية ديال النقل، خلل كبير، منصة ليست في المستوى. واش كاين واحد القدر ديال المال اللي كتعطيه الدولة اللي هو جد مهم، وما نديروش واحد المنصة اللي هي في المستوى تواكب لينا؟ نحن العنصر البشري ما خصوش يكون في هذه المسألة، ما خص. هناك اخطاء ماضيه، ولكن تينا اصلا نلقاو غادي في هذا المسلسل تاع الدعم. يعني الدفعه ما تيهضروا على الدفعه السابعه، ويعني وكلما يعني على الناس الحكومه ان الدعم النقل، المواطنين تيقولوا ان راه كاينه واحد الزياده مرتقبه في اسعار المحروقات. يعني واش ما تشوفش بان حال وقت قضيه نظام المقايسه الان فارض راسه؟ هذا ما نطالب به وكنا نطالب به. احنا لسنا محتاجين الى دعم. علاش غتعطيني هذا الدعم هذا اللي كناخذ المدخول ديالي يتقلص من خلاله؟ لا، دير لي واحد الثمن محدد، واحد النظام ديال المقايسه بخصوص المهنيين ولا بخصوص حتى المواطنين، اللي حدد لي السعر ديال الغازول في واحد الثمن مهني جد مناسب، ودعموك خليه للناس اخرين، اما المواطنين اما غيرهم يستافدوا. حنا العدد ديال الحافلات ماشي شي عدد كثير بزاف، حنا لا نتعدى يمكن 2700 حافله. الا درتوا لنا واحد النظام ديال مغطيتوا لنا واحد غازوال مهني خاص بالمهنيين، حنا غادي نستافدوا، والمدخول ديالنا غادي يرقى شويه الى هذا، وما غاديش نحتاجوا هاد 7000 درهم اللي غناخذوها كل شهرين. ناهيك على ليس هناك، رجع الموضوع المهم، راه ليست هناك منصه في المستوى، ومن يسيرون المنصه حتى هما ما قادرينش على هذا العمل، لان احنا في المغرب ما متعودينش كنخدموا بهذه الطرق ديال المنصات ولا الاليات الالكترونيه، خصوصا في هذه القطاعات. حنا طلبتوا منا لي بارتونس لي ريجيست كوميرس الضريبه السنويه على لافينيات تكون مؤدات، هذا هو الحاجز الوحيد اللي يخليك تستافد من الدعم ديال الغازوال. هاد الشروط كتستوفي في المهني، كنعطوك المعطيات، يجب ادخالها، يجب ان يستفيد. عكس ذلك ما نجده داخل المديريه هو ما كاينش تجاوب مع الملفات ديال المهنيين ديالنا الذين لا يمكن. شنو المبرر ديالهم؟ هناك مبررات يمكن هما ما عارفينش شنو واقع، وما كيعطيوناش مبررات مقنعه. كيقول لك حنا فوالا، ملي كتبغي تستفسر المساله كيقول لك حنا قمنا بادخالهم صافي مشي راه غيستافد. ملي كيتصل بنا المالك يقول لك لم استفد من شيء، ديما انا باقي ما كنبانش في المنصه مع انني عطيت ودرت ودرت. وكاين الناس اللي اضطرات باش توقف الحافلات ديالها. واش هذا الشيء ممنهج من طرف المديريه باش يتم توقيف المهنيين تدريجيا؟ وحيت ملي غتوقف الحافله ديالك اوتوماتيكمون ما بقيتيش غادي تستافد من المواكبات الماجيه، يمكن غتستافد غير المواكبات، لان كاين الشرط خصك تكون كتشتغل باش تستافد. ملي غادي توقفوا عندنا المهنيين هنا وغادي يبداو يبيعوا في الحافلات ديالهم، هناك نيه ممنهجه. واخا ما يمكنش نهضروا على المشكل تاع قطاع النقل الطرقي بلا ما نهضروا على الظهير تاع 63، دابا كاين نقاش حول الظهير تاع 63. انتم كجامعه شنو رايكم في هذا يعني التهديد ديال الظهير تاع 63؟ نحن راينا واضح منذ سنه 2012. احنا الظهير 63 لا يجب ان يقاس. لماذا؟ باش كاين بعض المجموعه من التيارات تاع النقابه تاع قطاع النقل تيقول خص بالعكس، خص تعديل تاع الظاهر تاع 63 ديال نقل المسافرين. النقل الطرقي، تنهضر على النقل الطرقي. لا، اتكلم عن النقل بين المدن ديال المسافرين، اي بواسطه الحافلات، هذا هو اللي كنشير ليه انا. بالنسبه لنا احنا الظاهر 63 هو من سوف ينهض بهذا القطاع القدام، هو اللي غيعطي المهنيين بزاف تحويجات. حنا طالبنا بهذا الشيء منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا. كنا كنقولوا بأن الحكومة السابقة كدير لنا دي زوبستاكل في بعض المساطير إلى آخره. مشات الحكومة السابقة، جات هذه الحكومة الجديدة، قلنا الحمد لله، جلسنا أول جلسة مع السيد الوزير، عطانا وعد وشرت له لهذه القضية بأن نحن كنا نعاني سابقا لمدة 10 سنوات مع الحكومة السابقة، لا في الدائرة 63 لا في إصلاح القطاع إلى آخره. قال لي بالحرف، حنا بيناتنا الله وحنا جينا باش نصلحوا، لم نرى اي اصلاح.
لم نرى اي اصلاح. عندنا ملفات ناهيك على هذا، الملفات ديال التجديد والتكسير، صفر تجديد وتكسير هنا في القطاع ديالكم، في القطاع ديال المسافرين، جهه الدار البيضاء السطات، جهه كذا، لم يستفيد احد، المنصه تم اغلاقها. ايوا فين مشاو هاد الفلوس؟ حنا بغينا نجدوا الحاضره، هذا هو في حد ذاته اصلاح. الا جددتي الحاضره، حنا كان عندنا مشروع ديال المقاولة الصغرى، هو تجديد الحاضرة، التقليص من عدد المقاعد، القيام بالرحلات المكهوكية، هذا إصلاح كله في إطار الظاهر 63 يمكن القيام به. لم تجدد الحاضرة ليومنا هذا، وأن سنة 2022 انتهت وانتهت ميزانيتها، ونحن الآن في ميزانية 23 وسوف تستمر الحياة. كنقولوا من هذا المنبر ديالكم السيد الوزير المحترم، التفت شويه لهذا القطاع. حنا اين خير لما انفصلت الوزارتين، وزاره النقل والتجهيز، وبقات وزاره النقل بوحديتها ومشات التجهيز بوحديتها. قلنا الله، هاد الناس غيساليو لينا اليوم، غيسيبلو على النقل، غيسيبلو على النقل، غيوليو يشتغلوا معاه، غيصلحوا واحد الاصلاح، غيستافدوا المهنيين من واحد الاصلاح اللي هو غيعود عليهم بالخير اللي انتظروه هذه 10 سنوات. اذا بينا نتفاجأ والامر يبقى معنا، رغم ان بعض المساطير الاداريه لا تبسط. حنا كنوضعوا ملفات كنا كنشتغلوا بها في العهد ديال الحكومه السابقه، اللي كنا كنقولوا بانها دايره لنا لي باطون دون لي غو، بان هي كتعكلنا، كانت كتبسط معنا بعض المساطير مع المهنيين، وكتمشي فيهم دوريات اللي كتعود بالنفع المهني. اليوم حتى هذوك المساطير ما بقيناش لقيناها، ما بقيناش لقينا هاد المساطير، ولينا ولكن فاتح المفاوضات مع الوزير اللي جا جديد ولا والو. لا، جلسناه مرة واحدة، الإدارة كنديروا لها طلبات لقاء لا تستجيب إليها، ونشير إلى ما يمكن القيام به وشنو خصو يتصلح، ما كنتوصلوش. درنا واحد الجلسة وحدة مع اللجنة التقنية، درنا فيها واحد الطلبات، قال لك هي تطور المعالجة أو تطور هذا، لم نستفيد من ديما المهني عنده عراقل في المساطير، وهذه المساطير هي ليس بقوانين، هذه مساطير ديال الاداره خصها تشرك مع المهنيين اخذ ورد، وكنخرجوا بها وكتطبق على ارض الواقع، كتبسط المسطره المهني، كتخليه يزيد شويه. يعني انتم تطالبوا بالمشاركه في اتخاذ القرار دول. هذا واقع، وهذا ما كنا نشتغلوا به في العهود السابقه وفي الوزراء السابقين. اليوم صبحت الاداره تقفل علينا الباب، كتاخذ قرارات ديالها في صمت. إطار الظاهر 63 رجعوا له، الظاهر 63 إدارة لها نية بأنها دير طلبات عروض، هذا عملته هو سياسي. فوالا، حنا غندير طلب عروض للمأذونيات، وغيولي عندها طلب عروض وكذا، وأنت دابا عندك الطرقان عامرة، عندك المهنيين اللي خصهم يمشيو يشتغلوا، أنت ساد دابا الطريق ديال الحصيمة طنجة. وكنت طالب عروض بأي سبب؟ لا، لكن طالبت على المهنيين تعلقها طلبات العروض تاع المأذونيات، المهنيات على النقل. لا 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 لا، والمأذونية هي غتبقى، علاش غندير أنا طلب عروض؟ هي القانون واضح في هذه المسألة، حنا خصنا نصلحوا الخطوط التي يجب إصلاحها أولا. ثانيا يجب تبسيط المساطير. ثالثا خصنا نجدوا الحاضره ديالنا. رابعا خص المهنيين يشتغلوا في راحه بالظاهر ديالهم 63. دابا طريق مقفوله بالحسيمه وطنجه، ما كتشتغل فيها اي حافله، وممنوع تشتغل فيها اي حافله من هاد الطريق الوطني. يمكن نصلحوا القطاع، انت علاش حابس هاد الطريق؟ واش انت مول البلاد وقت الطريق حابسه بين مدينه ومدينه؟ الطريق ماشي ديالك، ديال المواطنين، خصو يستافد منها الكل. دابا طريق محبوسه من الحافلات، ما كيشتغلوش فيها، كتشغل فيها انماط اخرى ديال النقل. علاش هاد المهنيين الحاليين المضرورين بعض الخطوط التي اصبحت تعجوا بالطاكسيات، وتعجوا بالنقل الحضاري، وتعجوا بالخطافه الى اخره، علاش هاد الخطوط هذه ما نعطيوهاش لهاد المهنيين بشروط؟ حنا ما كنقولوش ندخلوا نديروا نجيبوا نيمبورت كوا كيما كنقول، لا، بشروط اللي هي غتكون صالح المهني. هاد المسائل اللي اش غنقول لكم، اللي سوء او ما عرفتش انا، مسائل سياسيه تطغى على العمل الوزاري. الان كنقولوا الوزير الحالي انه يفيق معنا شويه، يفيق معنا شويه ويرد معنا البال، ويعرف حتى هاد المنصه هادي يوقف عليها ويعطي فيها تعليمات. راه الناس لم تدعم، الناس لا تشتغل ليومنا هذا، كما كتعرفوا راه جميع الميادين هي شبه متوقفه، راه لي زوزين سدوا
راه بزاف تحويجات ما هياش كاينه في البلاد، الغلاء ديال الاسعار، الغلاء في المعيشه، والنقل كذلك من ضمن هاد الناس الذين تتضرروا من هاد المساله. اليوم اصبحنا على حافه الافلاس، سوف نناقش هذا الموضوع داخل المكتب التنفيذي، ولكن راه غيكون عندنا موقف في هذه المساله، ضروري غناخذوا موقف. اما لا اعرف المكتب التنفيذي هو الذي له القرار، ولكن لن نسكت على هذا. سيونس شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاسبرس، الى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج كازا سيتي.